بداية خلونا ننتقل لخبير الأرصاد الجوية أحمد بشير الخباز اللي صار معنا عبر الهاتف. يا صباح الخير أستاذ أحمد. صباح النور لكم لجميع المتابعين لجميع العاملين بالقناة. يا صباح الخير، يعني قد نكون هيك نتوقع أن تكون هناك ارتفاع بدرجات الحرارة أستاذ أحمد بالأيام القادمة، أدي هذا الخبر صح؟ في البداية علينا التنويه أولا للمنخفض الجوي العميق الذي ضرب شمال تركيا خلال اليومين الماضيين، والذي ما زال يؤثر على مناطق شمال شرق تركيا اليوم مثل سامسون، ترابزون، توقات، أوردو، وصولا لولاية ريزة. هناك تحذير من حدوث فيضانات وسيول خلال هذا اليوم بالأخص في ولاية أوردو وما حولها نتيجة للهطولات الغزيرة جدا المتوقعة هنا. طبعا المنخفض بدا عن هذه الولايات، اما خلال هذا الاسبوع فيتوقع ان تتاثر تركيا ابتداء من الاربعاء بمرتفع جوي وكتله هوائيه حاره وحاره جدا. بالنسبه لاسطنبول والقسم الشمالي الغربي من تركيا يعني بورصه، سكاريا وكوجايلي، سيطرا ارتفاع تدريجي على درجات الحراره بشكل تدريجي لتصبح بين 36 و39 بالاخص الجمعة والسبت وخاصة يوم الجمعة. بينما يتوقع أن تضرب موجة الحرب بقوة الولايات الجنوبية من تركيا، وستكون الأكثر تأثرا وتضررا من موجة الحر، حيث يتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في إزمير أيام الجمعة والسبت والأحد 43 درجة مئوية، في أنطاليا ستبلغ 44 درجة مئوية، وفي ولاية أدنا يتوقع أن تلامس 44 أو 45 درجة مئوية. ستكون الأكثر تضررا من جميع الولايات الجنوبية. أيضا معظم الولايات الجنوبية المتبقية تسجل أكثر من 40 درجة مئوية. أيضا العاصمة أنقرة ستسجل 36 أو 37 درجة مئوية بالأخص يوم الجمعة واليومين الأخيرين من الأسبوع. طبعا بينما يبقى القسم الشمالي والشمال الشرقي من تركيا بالتحديد بمنأى قليلا عن موجة الحر مثل سامسون وطرابزون وريزة وغيرها، يعني درجات الحرارة مع موجة الحر هناك بين 30 و33 درجة مئوية، يعني طقس حار لكنه لن يصل إلى درجة الحار جدا. الآن هناك عدة تحذيرات من موجة الحر القادمة، وأبرزها طبعا تحذير من اندلاع ونشوء الحرائق وخاصة في الولايات الجنوبية والتي تشهد درجات حرارة 40. طبعا سبب نشوب الحرائق عند ارتفاع درجات الحرارة هو انخفاض نسبة الرطوبة بشكل كبير، وبالتالي نسبة الجفاف في الطقس تزيد، وبالتالي تكون الفتيلة على اندلاع الحرائق، وخاصة في يعني حتى لو لم ترتفع درجات الحرارة فوق ال 40 وبقي 38 او 36 وانخفضت نسبة الرطوبة بشكل كبير فإن الحرائق ستندلع. طبعا هذا التحذير بالاخص بالنسبه للغابه، لذا يرجى الحذر من هذا الامر. ايضا نحذر من ضربات اشعه الشمس، لذا يرجى شرب كميات وفيره من المياه والعصائر، عدم الخروج كثيرا من المنازل خلال فتره الذروه العظمى لارتفاع درجات حراره الثانيه ظهرا. وايضا النصيحه الاخيره التي ساقولها ايضا الابتعاد قدر الامكان عن صاله الاستيه اللون الاسود، لأن اللون الأسود من المعروف أنه يمتص أشعة الشمس وبالتالي هي احترار الجسم. نعم، وقد يصل الضرر يعني إلى الجسم. أستاذ أحمد، هل هذا الأمر اعتيادي أن نلاحظ ارتفاع مثل هذا بدرجات الحرارة؟ يعني هل هو أمر اعتيادي أم أنها موجة غير اعتيادية؟ يعني هي موجة حر اعتيادية لهذا الوقت من السنة، يعني نحن الآن في شهر تموز وهو ذروة الصيف، فهو امر طبيعي بالنسبه لمثل هذا الوقت من السنه. بس نرجع ناكد استاذ احمد، متى ستنحسر موجه الارتفاع؟ الانحسار مطلع الاسبوع القادم يعني، لكن ذروه الحر ستكون في الايام الاخيره الثلاثه يعني الجمعه والسبت والاحد، وخاصه الولايات الجنوبيه من تركيا والتي تشهد درجات حراره 40 تكون الاكثر تضررا بوصول الحراره المتوقعه. نعم. درجة الحرارة مرتفعة جدا، لذا يرجى الحذر من هذه الأمر. نعم، شكرا جزيلا لك أحمد بشير الخباز خبير الأرصاد الجوية، شكرا لك على المعلومات وأيضا على النصائح، فعلا نصائح مهمة جدا خلال موجات الحر، لابد أن نحن ندرك مدى خطورة الحرارة على الجسم، والنصائح اللي قدمها الأستاذ أحمد فعلا
يعني جيده جدا، شرب كميات كافيه من المياه، تجنب اشعه الشمس بوقت الظهيره تحديدا، وخاصه يمكن الاشخاص اللي هن ظروف عملهم يعني تقتضي انه هن يقضوا اوقات كثيره تحت الشمس، فلا بد انه هن ياخذوا كل الاحتياطات اللازمه وما ينسوا فعلا فكره الجفاف اللي ممكن تصيب الجسم.